حلمي وين؟ عنديك السدرة. من وجهة نظرك كيف يتميز هذا المسلسل وشجعك انك تشارك فيه؟ العمل ابتداء من وقت ما قرأناه على الورق كان نص رائع، أكثر من رائع، مؤثر هو على الورق، فكان صعب وجديد علي الموضوع تماما، انه شخصية مركبة ومعقدة وما بين الخير والشر والطين والنار. كاركتر رحمة كاركتر مغري لأي ممثلة تبغى تظهر موهبتها في التمثيل، في تفاصيل كثيرة جدا، قصة مختلفة من كل النواحي، من بيئة التصوير، بيئة الخط حق رحمة كامل مختلف تماما، وغير انه فكرة انسانية جدا. كنت في قافلة حجاج من اليمن، فجأة هبت الريح، وضعت انا وعيالي، وهجموا علينا قطع الطرق، شلوا مني عيالي. هل واجهتكم صعوبات اثناء التصوير؟ تحديدا في المسار اللي انا فيه، الصعوبات اللي واجهناها كنا بنصور اغلب الاوقات واغلب الايام في صحراء وبين جبال، وكنا في عز الصيف، درجة الحرارة تحت أشعة الشمس 55-54، كانت صعوبة الملابس، ثقلها واللايرز فوق بعض، فكان صعب علينا جدا مع حرارة الشمس والجو السخن. اشربي من الأجواد، مضارب عربنا ما هي بعيدة، ويا وصلنا ضمدوها الحريم. من أكثر الأشياء اللي كانت بعد صعبة عليه أنه رحمة أم الأربع أطفال، وأنا في الحقيقة أنا مو أم، لسه ما تزوجت، فكان عندي صراع أنه شلون أنا بطلع مشاعر الأم هذه تكون صادقة وحقيقية من دون ما أكون أوفر. المسلسل كان فيه عدة جنسيات وتصور في أكتر من بلد، يا ترى ده كان يعني نقدر نقول أضاف تحدي للعمل؟ العمل فيه أكثر من عدد، ما يحضرني الرقم الآن، لكن عشرات الجنسيات مشاركة في العمل، عشرات الثقافات. مهم جدا في عمل خاصة ملحمي زي هذا العمل، مهم جدا في البداية أنه نعرف العالم على قدرتنا، قوتنا، ابتداء من الكتابة والإنتاج والإخراج والصناعة والأداء والتمثيل، وانتهاء بانفتاحنا في الوقت الحالي على الأعمال العالمية اللي بتصير. أعتقد دكة العبيد من الأعمال اللي تخاطب كل العالم، مو بس فئة الوطن العربي، وهذا بالقصص الثانية اللي موجودة فيها أجنبية ما هي عربية. أعتقد إن شاء الله أنه هذه رسالة واضحة لكل العالم، أن إحنا نقدر نصنع صناعة عالمية ومحترفة جداً. الله لا يطعمك فراق الظن. أنا شرت الشيخ على العرب اللي تقطع الطريق على الحجاج، وعلمني منهم، وبس تشافى ساقك نسافر ندور على عيالك.